بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في فيديو النهاردة إن شاء الله عن الحلقة الأولى من مسلسل بنت الجبايل، الجزء الثاني 2024. وأول ما نبتدي الكلام نصلي على النبي العدنان سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي في سرد وتفاصيل وملخص وأحداث الحلقة الأولى من مسلسل بنت الجبايل الجزء الثاني. رحيل طبعا زي ما شفنا في آخر مشهد من الجزء الأول بأنها كانت بتجري بسرعة علشان تلحق جوزها حجاج قبل ما يخلص على طير البر اللي اكتشفت بأنها هي تبقى بنتها. فطبعا كانت بتجري بصوتها العالي وتقول استنى يا حجاج، استنى يا حجاج، بلاش تقتل طير البر يا حجاج. فحجاج وهو وكان خلاص حيخلص على طير البر سمع صوت رحيل فتوقف عن قتل طير البر، لغاية لما جاءت رحيل وقال بلاش يا حجاج تقتلها، دي تبقى بنتي. فطبعا سابها باستغراب حجاج وقال لرحيل ازاي تبقى بنتك؟ قالت والله العظيم تبقى بنتي. فطبعا رحيل عانقت طير البر وأخذتها باللحضان وفضلت تبكي وقول بنتي. فطبعا طير البر ما كانتش مستوعبة اللي بيحصل، فقالت أنا بنتك إزاي، أنا مش بنتك، أنت جرى ليكي حاجة ولا إيه؟ قلت لا والله بنتي. قال أبوك هو اللي شاذ اللي قال لي كده. فطبعا علشان تتأكد رحيل راحت المستشفى علشان تعمل تحليل الدي ان ايه علشان تعرف بانه طير البر بنتها ولا لا. فبعد يومين نتيجة تقرير او تحليل الدي ان ايه ظهرت واثبتت انه طير البر فعلا تبقى بنت رحيل. ومن هنا طير البر صدقت رحيل في كلامها. فطبعا فرحت جدا رحيل بانه بنتها طير البر لسه على قيد الحياة. واما بالنسبة لطير البر فرفضت تقعد مع رحيل في بيتها وقالت ليها بانه لو هي فعلا عايزاها تقعد معاها وتبقى تحت رجليها تعمل حاجة واحدة بس. فطبعا ردت عليها رحيل وقالت انا خدامة بكل اللي انت هتقولي عليه. فقالت لو انا عايزاني فعلا اقعد معاك في البيت وابقى تحت طوعك تقبل الصلح ما بين الحمايدة والعرايسة وتوقفي سلسال الدم اللي حصل في البلد ده. فطبعا رحيل خدت فترة تفكر في كلامها لغاية لما راحت عند شيخ البلد وقالت بانها موافقة على الصلح ما بين الحمايدة والعرايسة وموافقة انها تصالح حمدان الديب. فطبعا الاثنين قدموا دفنهم لبعض وتم ذبح البهائم والذبائح الكثيرة بمناسبة الصلح الكبير اللي تم ما بين الحمايدة والعرايسة. فطبعا طير البر فرحت جدا. فبعد كده في واحد كان بيحبها اسمه شاذلي اتقدم لامها رحيل علشان يطلب منها يد طير البر. فوافقت رحيل وعملوا فرح كبير جدا بمناسبة زفاف طير البر وشاذلي. وطبعا حضر الفرح حمدان الديب والعرايسة كلهم. وفي يوم من الأيام رحيل كانت بتعمل ليها سرايا أو بيت جديد، فطبعا جابت حفار علشان تحفر من بداية الأساس البيت. فطبعا جه في الوقت ده عشان يجاملها حمدان الديب علشان يوقف جنب رحيل. فطبعا خلال الحفارة بتحفر في الأرض فجأة تظهر مفاجأة تذهل الجميع، وهي وجدوا باب مقبرة أثرية. فطبعا لما تم فتح المقبرة لقوا فيها آثار كتير جدا. فطبعا حمدان الديب كان وقتها واقف وسواق الحفارة ورحيل وبنتها طير البر. فطبعا حمدان قال بانه الاثار ده كله يتقسم ما بيننا بحق ربنا،
ولكن رحيل رفضت وقال انت مليكش نصيب يا حمدان، لانه الارض ارضي، انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ ومن هنا تكون نهاية الحلقة الاولى من مسلسل بنت القبائل الجزء الثاني 2024. استنونا في الحلقة القادمة باذن الله، واتمنى بانه احداث وتفاصيل الحلقة تكون نالت اعجابكم اعزائي المشاهدين، وبانه تكونوا قد استمتعتم بتفاصيل واحداث الحلقة، ونشوفكم على خير الفيديو القادم. ويا ريت يا جماعة نفسه في اي جزء تاني سواء مسلسل او فيلم، يا ريت يكتب لي ده في التعليقات، وانا احاول بقدر الامكان او بقدر السرعة الف ليه الجزء اللي هو نفسه فيه، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم اعزائي المشاهدين. عزيزي المشاهد لا تنسانا بالاشتراك في القناة، وعمل الله يقتدي ايمانه، وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.